السلام عليكم، اهلا بكم في انبوكسنج بالعربي ومراجع لجهاز تي في بوكس جديد. الجهاز هو MX10، اخر جهاز من نفس الشركة اللي هو جهاز S10. كان فيه مشاكل كتير، جوجل بلاي ستور ما كانش النسخة الرسمية، كان فيه برامج والعاب كتير غير متاحة، غير مشكلة ضعف الجودة وغيرها من المشاكل. اتمنى ان يكون الجهاز ده افضل. هبدأ فتح العلبة واستعراض محتوياتها، ما تنسوش الاشتراك في القناة. داخل العلبة فيه جهاز تي في بوكس، باور ادابتور، كابل HDMI، دليل المستخدم، وريموت كنترول. جهاز مصنوع بالكامل من بلاستيك وزي الجهاز الاخير، الجودة ضعيفة جدا. الجهاز مشابه لتصميم جهاز MX3 لكن اكبر شوية في الحجم. من الاعلى موجود لوجو الجهاز، من الامام فيه اضاءة LED صغيرة بتظهر لما بتوصل الجهاز بالكهرباء، مفيش حاجة من الشمال. من اليمين في مدخل كارت الذاكرة وثلاث مداخل USB، آخر واحد هو USB 3. من الخلف في مدخل USB كمان، يبقى الإجمالي 4 مداخل USB، بالإضافة إلى مدخل SPDIF أو الأوبتيكال أوديو، مدخل AV، مدخل HDMI، مدخل كابل اللان ومدخل الباور. نروح لمواصفات الجهاز. معالج الجهاز هو روكيت شيب 3328، CPU ARM Cortex A53 Quad Core 64 bit، معالج رسوميات مالي 450، جهاز عليه 4 جيجا بايت رامات DDR3، 32 جيجا ذاكرة داخلية. جهاز فيه بلوتوث 4 وواي فاي، نظام التشغيل هو اندرويد 7.1 وسعر الجهاز من 60 ل 70 دولار. المواصفات هتبقى موجودة في خانة وصف الفيديو بالإضافة إلى روابط الشراء. دلوقتي أنا وصلت الجهاز بالتلفزيون وهبدأ في تسجيل الفيديو. اللي هتشوفه دلوقتي هو نفس اللي هتشوفه لو وصلت الجهاز بالتلفزيون الخاص بيك. دي شاشة التحميل. اول مرة بتشغل الجهاز هيطلب منك اللغة، ممكن تعدل حجم الشاشة وتوصل الجهاز بالواي فاي. دي الشاشة الرئيسية للجهاز، للأسف مفيش شريط ملاحة او النافيجيشن بار اللي بيبقى موجود تحت، ولا نوتيفيكيشن تاب فوق. على الشمال فوق في اسم الجهاز، تحته في ايقونة الميديا سنتر المفضلة، متجر جوجل، البرامج، فوق على اليمين في بيانات الطقس والوقت والتاريخ، تحتهم في ايقونات المتصفح، الفيديو، مدير الملفات واعدادات الجهاز. اخر حاجة تحت في شريط البرامج، ممكن تعدل فيه تظهر او تخفي اي تطبيق حسب الرغبة. دي البرامج اللي جاية مع الجهاز زي جوجل كروم، فيسبوك، ميديا سنتر، نتفليكس والمتجر، تويتر ويوتيوب، وطبعا تقدر تنزل اي تطبيقات او العاب من المتجر. نروح لاعدادات الجهاز. زي معظم اجهزة الاندرويد في اعدادات الشبكة، اعدادات الصوت، الشاشة والجودة القصوى 1080 لان التلفزيون اللي انا شغال عليه فول HD. لو هتشغل تلفزيون بجودة اعلى زي الفوركي هيظهر لك هنا اختيار الفوركي. في اعدادات متقدمة للشاشة، ممكن تتحكم في السطوع وباقي الاعدادات، ممكن تعدل حجم الشاشة بالتكبير او التصغير من هنا، بالاضافة الى اعدادات البرامج، سكرين سيفر، تخزين واعادة الضبط. من ال 32 جيجا بايت اللي على الجهاز عندك 26 جيجا بايت بس متاحين. مش هتقدر تستخدم فلاش ميموري كذاكرة داخلية للجهاز. قائمة اباوت فيها كل المعلومات الخاصة بالجهاز، وممكن تدور على اي تحديث جديد في حالة اذا كان متاح، لكن الجهاز عليه اخر تحديث. بالاضافة الى اعدادات الوقت والتاريخ، اللغات ومن ضمنها اللغة العربية. ده اليوتيوب على الجهاز والجودة القصوى 1080. برنامج النتفليكس اللي جاي مع الجهاز شغال. برنامج الكودي اللي موجود هو اصدار 17.5. هشغل فيديوهات بجودات مختلفة لاختبار اداء الجهاز. هنبدأ بال HD 720. For generations, this peaceful island has been home to our family. But beyond our reef, a great danger is coming. Legend. Full HD 1080. Do you have plans tonight? You want to have fun with me later? Courtney Holmes, I am mildly surprised, but offer accepted. Midnight Basement Sub. Quad HD 1440. Tell me something. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits. All the front. Explorers have searched for it. Called it
إلدورادو. واخيرا 4K 2160 الفيديو بياخد وقت في التحميل، الجهاز مش بالقوة الكافية لتشغيل 4K. As you're all aware, one of our deposits was stolen. A relatively small amount. حاولت تجري الفيديو شوية بيوقف تماما. نروح دلوقتي اختبار الالعاب واداء الجهاز في الالعاب كويس. حاولت اشغل هارد ديسك خارجي 2 تيرا بايت بس الجهاز مش قابل الهارد، ومع تشغيل الفيديو والالعاب لوقت طويل حرارة الجهاز بترتفع. الجهاز جاي برضو من غير روت اكسس. نتائج البنش مارك تعتبر ضعيفة وخاصة لجهاز بالسعر ده. دي قائمة بالاجهزة اللي اختبرتها، والجهاز جاي في المركز 17. جهاز تانكس مثلا جاي في المركز 16 وبنص السعر تقريبا. نفس السكور الضعيف لسرعة الميموري والرام في القراءة والكتابة. تصفح باستخدام جوجل كروم شغال بدون اي مشكلة او بطء. الوقت هنوصل للاختبار الاخير واعادة ضبط المصنع عشان نشوف الجهاز هيشتغل تاني ولا لا. الجهاز شغال لكن في مشاكل كتير، تشغيل 4K، ارتفاع الحرارة، السكور الضعيف، وجودة الصنع السيئة، بالاضافة ان سعره غالي. نصحتي محدش يشتري الجهاز ده، في اجهزة كتير افضل منه بسعر اقل. هسيب في وصف الفيديو قائمة بأفضل أجهزة تي في بوكس من مختلف الأسعار، والقرار يرجع لكم في النهاية. شكرا على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي.